الديوان الوطني لسير استغلال الممتلكة الثقافية المحمية على اعتبار أنه يهتم بحماية التراث الوطني هو يصب في نفس السياق الذي يعني يهدف إلى صيانة الذاكرة الوطنية. صحيح أنه اهتماماتنا لا تتجاوز المرحلة مرحلة المقاومة على اعتبار أنه متاحف الثورة الجزائرية هي تحت مسؤولية وزارة المجاهدين، لكن المواقع الأثرية التي تحت مسؤولية الديوان الهدف منها هو حماية الذاكرة الوطنية والتعريف بالذاكرة الوطنية وتقديمها وفق رؤية جزائرية وفق قراءة جزائرية، وليس كما كان يسوق له الاستعمار الفرنسي الذي كان يحاول بل وعمل على إظهار كل ما هو يعني روماني بيزنطي على حساب الفترات الأخرى التي تعبر عن أهم مراحل من مراحل الأمة الجزائرية التي للأسف يقول على أنها لم تكن أمة جزائرية، وهو في الحقيقة يعني تضليل وتصريح ينم عن مدى الفكر الاستعماري الذي لا يزال لم يعني يفارق الفرنسيين. هذا شيء يعني نتأسف له، ولكن لما ننظر إلى التاريخ لا نستغرب هذا، لأنه هذا من طبع الاستعمار الفرنسي منذ دخوله إلى الجزائر، وليس فقط خلال الاستعمار الفرنسي وإنما حتى خلال الاستعمار الروماني. فلو ننظر إلى تاريخ الجزائر، تاريخ الأمة الجزائرية هو أعمق بكثير من تاريخ فرنسا ذاتها. فلو ننظر إلى الكتابات الفرنسيين أنفسهم نجد أنهم حاولوا قدر الإمكان إبراز المرحلة الرومانية وإظهار المواقع والآثار الرومانية وإظهار الكتابات اللاتينية التي تعبر عن تاريخ فرنسا القديم، فحاولوا يبرزون هذه المرحلة أيما إبراز لإثبات للجزائريين أنهم عادوا إلى أرض أجدادهم. ولكن تشاء الأقدار أن لهذه الأرض أمة سبقت الوجود الروماني، أمة لها تاريخ عريق وتاريخ يعني موغل في القدم يعود إلى 2.4 مليون سنة. ولذلك الفرنسيون لما وجدوا أن هناك مرحلة تسبق المرحلة الرومانية والمتمثلة في المرحلة يعني النوميدية ويعني الفينيقية والليبية وما إلى ذلك وحتى عصور ما قبل التاريخ، حاولوا دائما طمس أي بعد ثقافي حضاري إبداع حضاري ثقافي فني في التراث الجزائري خلال تلك المرحلة. فلذلك نجدهم على سبيل المثال الضريح الملكي بتيبازا يطلقون عليه اسم قبر الرومية، وهذا في الحقيقة يعني تسمية للتضليل التاريخي، فهو لا يمت بأي صلة بروما أو بالرومان أو غير ذلك. ونفس الشيء أيضا بالنسبة للضريح المدغاسن الذي يقول عنه الدراسات الاستعمارية الكولونيالية تذكر بأنه يتضمن تأثيرات إغريقو رومانية، على الرغم من أنه سبق المرحلة الرومانية، سبق دخول الرومان، دخول الرومان إلى الجزائر. هم يحاولون أن يطمسوا معالم هذه الأمة منذ القدم، بل الأكثر من ذلك أنهم ذهبوا إلى عصور ما قبل التاريخ. لما اكتشفوا أن هناك آثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ فحاولوا أن ينسبوا تلك الآثار إلى مسميات لها علاقة بالحضارات ما قبل التاريخ بفرنسا، فلذلك أطلقوا على أقدم حضارة مكتشفة بالجزائر آنذاك يعني خلال المرحلة الفترة الكولونيالية، أطلقوا عليها اسم الحضارة الأشولية نسبة إلى موقع سانت أشول بفرنسا، وكأنهم يريدون أن يقولون أنه لا وجود لأمة في هذه الأرض وأنكم مرتبطون بفرنسا منذ عصور ما قبل التاريخ. ولكن الحقيقة هي نقيض كل هذا أصلا، فتأتي آخر الأبحاث من باحث جزائري اللي هو البروفيسور سحنوني
الذي اكتشف بمنطقة عين الحنش بولاية سطيف آثار تعود وتؤرخ ب 2.4 مليون سنة، وهي تمثل ثاني أقدم محطة في العالم في التاريخ من حيث القدم في التاريخ. وهو بهذا رسالة واضحة إلى يعني فرنسا التي تقول بأنه لا وجود لهذه الأمة الجزائرية، فأمة هذه فالأمة الجزائرية عمرها 2.4 مليون سنة، وليس وهي أقدم بكثير مما يعني يرجع إلى إن صح التعبير الأمة الفرنسية. إذن فتاريخ الجزائر، تاريخ الأمة الجزائرية عمره يزيد عن 2.4 مليون سنة.